أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: أنا مدرس وتلزمني الإدارة بأداء الصلاة مع التلاميذ، مع العلم أن المسجد قريب من المدرسة، وأحيانا أسمع الصلاة تؤدى في المسجد ونحن في الحفر، هل يجوز ذلك أم يجب علينا أن نجيب النداء؟ الأصل إجابة النداء والصلاة في المسجد، لكن إذا كان بقاؤك في المدرسة فيه مصلحة لضبط التلاميذ وإلزامهم بالصلاة فهذا عمل طيب، تعذر في ترك الذهاب إلى المسجد لأجل هذه المصلحة العظيمة، وهي الإشراف على التلاميذ في الصلاة وضبطهم، هذا عمل جيد وتعاون على البر والتقوى.